السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه، امور بخير وعلى خير. شخباركم؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بالصحيحه ديالكم نتوما والعائله ديالكم واللي عزيز عليكم اللي يضركم الصحيحه ديالكم. المهم اليوم مع فيديو جديد مع شي حاجه جديده. اليوم راه غندير لهم نتهلا فيهم، عرفتي شحال ما بقينا كلينا الكسكسو، قلت غادي ندير لهم كسيكسو اليوم. تهلاي فيا تانا السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ أحوالكم طيبة مزيانين بخير؟ إيوا نتهلا بكم، ندير لكم كسكسو. تهلاي فينا ولا حنا عندنا الكسكسو هي شي حاجة زوينة اللي درناها في الدار. حداش الكسكسو كنديروه مع نتجمعو مع العائلة، كتحسي بواحد، ولكن كنديروه في الدار ما عرفت كيجيني. أنا غير مشيت عند الوالدة ناكل الكسكسو، مشيت عند عدو سيدي ناكل الكسكسو. لا كانت عندنا حنايا ملي كنا ديك الساعة كنا عرفتي ملي كتكونوا كنا باقيين صغار، وكانوا كنبدا نخوض مجموعين في الدار، وكان ديما الجمعة كالسوق. إلا ما كانتش الجمعة مثل بريقة وكذا الحد هذا مفتوح؟ إي ها مفتوح. كانت هاد العادة زوينة، فهمتوني؟ كانت هاد العادة زوينة، كانت بالجمعة رواقة رواقة. كاين اللي باقي محافظ عليها، كاين اللي باقي محافظ عليها. اليوم اليوم كامل اللي بقى غير قلت لكم، واللي قلتوا لي البنات قالوا لي يا رجاء حيدي الحوايج من الكرطونه وديريهم في الكومين مسيت في هذاك لي زارات. راه لقيتيني يلاه غنقول العثمان سير حيد دوك الكرا ديك الكرطونه دابا حيد دابا. فاش لقيتيني غنقول العثمان لقيتوني شي في لقيتوني غنقول العثمان. المهم انا مول الحاله وتخلي عطيت الكارطون وخلي عطيت الكارطون. لا دابا انا البارح حيدت الكراطن بجوج مع ثلاثه، حيدتهم فرغتهم من الحوايج عرفت عرفتي. انا شفتو بحال ديك النهار اللي شفتو نهار اللي كنت كنجمع في الحوايج، راه بحالك عرفتي كامل ما عندي الجطيف بيت الناس. بقات كرتونه وحده راه غي خويا دابا غنعمر بها هاد الحوايج. ها هما معايا او بحال هاد القشاوش خلي الكرتون احسن. غنحيد هاد الشيء كامل غنحيدو. راه قالت لي واحد السيده قالت لي الحوايج ديرهم في لي زون يعني في الموس بحال ديرهم في كمامس. ومهم وغنحيد الحاجه اللي ما كنديرش ما كنستعملهاش، غنخليها الحاجه اللي كنستعملها باش تجيني ساهله في الرحيل وكل شيء. وغنشارك معكم جات واحد الحاجه غادي نوريها لكم حتى هي، وغادي نمشي الخروج انا وعثمان نتاخروا غنديكم معايا عاوتاني. المهم هذا النهار مشوق فيه بلوغ وفيه داكشي زوين صراحه، اللي ضروري نشاركوا معكم المتابعين ديالنا. غتوريهم كاج هي كاس ديال البلاستيك. جبت ليها مشيت للسوق جبت ليها كاس ديال البلاستيك، كاس ديال 100 درهم 160. انا كنصحى من الاول اخبارك والله الا زوينه، كنصحى من ديال البغير والله الا زوينه ديال البلاستيك. ولكن كنت مشيت للباسك رقيق باسك سلاح لكن انا نوريكم والله زوينه انتوما يا جماعه. ومكتوبه فيه اوكي ما كي داير عرفتي كيبان بحال ماشي بلاستيك بحال البغير. دابا هذا غدا سير جيب ثلاثة الغرار ديال ديال 5 دراهم عطيهم هذوك الحوانت اللي كيبيعوا 5 الاوان ديال 5 دراهم كلش 5 دراهم. هزيتو قلت هي 800 دراهم كيسحب لك بديع. كيسحبك بديع. دابا هما دايرين 5 دراهم ولكن هزيتو قال لي 800 دراهم. واش فهمتي؟ زوين بحال كواد بريس صغار كذا وين الحجاجيت ما مشيتش بصل نخطف لك بياسه ما مشى يتقدم ما بقاش عندي الخضره ما بقى عندي والو. ومشى جاب ليا الحمص. بدا واحد بلي براند من راسي بسم الله الله. ها دولي براند مشكيل ولا هنا انت هذا البلاصه كيفاش ديرو دولي براند نيشان ولا واخا كيضر لي كتجيني الشقيقه. واخا كيف ما كنشربش دري فهمت بزاف هي راه واعره لو بقيتي تشربها. راه واعره بزاف على واحد القضيه بحال الا درك راسك وديرو الريحه هنا الا جيت الانف هنايا ماشي الريحه العاديه ديك الريحه ديال المسك ديريها هنايا فوسك راسك هادشي اللي درت انا درت. حقه قالوا لي البنات صيفطوا لي في الانستغرام قال لي عافاك لا ما عاودي لينا على خطبك ما كملتوهاش. عاود لي بعد من الخطبة شطرة الخطبة ديال الخطبة الحمقى راه ترى ايه في الخطبة دابا
المهم تجمعنا انا والوالد الله يرحمه مسكين وساليه وسميتو الوالده ديك الوالده وديك الساعه خويا نور الدين ما كانش لا لا ما كانش ديجا كانش واش راجل حنان راجل اختي ولا شكون؟ اه كانت حنان وكانت لا يمكن كانت باقي هذه لا لا الخطبه ما كانتش ما كانتش عاقل المهم الخطبه المهم مشيت انا والوالد وكذا مشينا مجموعين ومشى معايا خويا حتى هويا ايوا دخلنا ملي دابا كاينه رجا كاينه بنت خالتها سلت ليكم بنت خالتها دخلت صغيره صغيره من بعيد صغيره منها صغيره باقا صغيره باقا صغيره من دابا تبارك الله تزوجات جوجات عندها جوج شي حاجه باش ندير فيها هذاك لا عطيني انا ديك الكراده بيضاء الكراده بيضاء ايوا الحين مازال قاعدين نهضروا وتتقطعت لينا الكاميرا التليفون عاود ليهم عاود ليهم لا لا قلت لك حاجه اخرى انا نقي منك ولكن ملي نكون ان شاء الله نكون ناكلو الحي مزيان راهو غالي انت بعدا كتاكل الحب والمهم البلاصه ما كيقولش العام ما حدلم على الدجاج دابا عز عليا الحوت انا اللي عز عليا الحم ديال خبرتش اللحوم حمر راه انا عز عليا اللحم ديال الغلمي خبرت اللحوم حمر واعر اللحوم حمراء راه صعيبه والمهم نعاود لكم واحد الطريقه كان وقعت القليل بنتي من العاود لهم ديال الخطوه فخبر ملي بين دارت خبراجه مشينا دخلنا انا وياها المؤثر دخلنا انا وياها المهم مشينا مجموعين مع الوالد الله يرحمه الوالده وديك الساعه اختي كانت هنايا ايوا مشينا مجموعين ملي بغا يتغداو دخلت زعما على اساس راه هي اللي غادي تخدم ويغسلو في الطاس ضروري العروسه خاصها تدخل ما شافوش كماتي باش هما بغاو يمسك هذا باش يشوفوها والمهم دخلت بنت خالتها راجا باش تدخل دخلت بنت خالت راجا تحيه لها من هنايا تبارك الله راه ولد دابا مزوج والمهم هي كبر هي انا كبر منها ولا تشد في اختي قلت لها هيا راجا هي هذه وما درتي باقي صغيره قلت لي مش قلت لها هو الا الدنيا بقى صغيره مش علاش هي بقى الدنيا بقى صغيره شد يعني مالها واش مش صغيره الدنيا شنو يدير دايره شي طاجه صغيره ورا مرتها مرا عروس راه مخبيه في بيت الشماله كان شي حوايج يوقع سميتو في الخطبه ولا الكاتبه ولا بالعكس وبقات دايره وملي دخلت عندي للبيت قالت لي واش تفيا راجا قلت لها ناري خوك شد فيا واش قلت الرباق عاقل على هذا الشيء ولا لا قالت لي شد فيا قال لي راه راجع قلت له انا راجع يتزك ضحك ترى تيجي وجه ضعيف ايام سبحان الله المهم اي وحده تكتب لنا في الكومنتير تقول لنا في خطبه اش طرا ليها ومن اول نعرف واحد القضيه الله يرحمه بابا مسكين يوسع عليه ما كان دارت لنا ديك سميتو الزيت والبلي مع الحم ما دارتوش مع الدجاج دارت لنا عرفتي دارت الحم مع الزيت والبلي عرفتي راه الوالد ما سبحان الله العظيم بوك مسكين فيه السكر هو عزيز عزيز عليه بقى مسكين ياكل وما خصوش ياكل سميتو الحم لا لا ما خصوش حتى منه كلا سبحان الله العظيم عجبو بزاف ايوا خصني حتى انا نمشي نقطع ها نمشي نقطع في هذا شوف اذا هذا الكيزو ما كنت كتجي ها قال هو هذاك انت قلت لا هو هذاك انا شو صافي ها بركات ولا نزيد بركه ولا نزيد ها بركه ولا نزيد بركه هادو كلهم ديروا ها كلهم ديروا وصافي البنات اللي دخلوا عندي بزاف قالوا لي ورينا الدار راه جاء ما كيمول ان شاء الله تعالى نكمل البنات شغلي وعرفتي بزاف ديال الحوايج عاد تصوروا نهار اللي غنصور لكم غادي تصدموا انا تصدمت نهار اللي شدها المهم عاد تصدموا واحد الصدمه اللي المهم نشوقكم حتى تشوفوا الفيديو ان شاء الله راه الحياه كفاح وي تصدموا هاي الحمد لله على كل حال اي واحد كيبغي شي حاجه راه كيوصل ليها وراه هو الانسان كيتاقلم مع الظروف كما كان الظروف كتعقل معاه ويلي كانت زوينه كانت خايبه هذيك كتقسمي على جوج هذايا صافي على جوج وكمل انا نكمل شو دابا انت هي كي درتي الخيزو ما عطاو لي الخيزو انا تبقى كي ديك درتي قليب درتي قليب شو دابا انت خدمتك كي دايره وخدمه العيالات كي دايره انت راه واقف انا راه جالس حضره هذه كيفاش هو غنقول انا غندير بحال كيفاش
زيني جيت كتحل الرجاله راه في البطاله كتشكل الشافات الشاف راه رجاله ولكن العيالات حاجه اخرى فاش كلشي هضروا في التعاليق قولوا لي كلشي برك الخيزو لا انا كنبغي الخيزو في الكسكسو راه عرفتي ما كليتيش راه نسميتو لا ما كليتو لا بقى راه غنسخنو بحال دابا بعد خضرة كاع كيبقى نسيت بخير انا الاخر نكلو لك بالله علاه لا بحال المرقة ما ناكلهاش ضرني انا ما عندي المعدة دايرة مازال كسكسو الا بقى نهار الاخر ماشي مشكل نسخنو وناكلو عادي نديرو في الثلاجة ونسخنو في الثلاجة باش يبان في الثلاجة صافي فهمنا دابا راه بقى في السوق المشاهدين الكرام الطريقة باش تحافظوا عليه كديروه في الثلاجة باش كيبان يبان في الثلاجة باش كيخرج الواتك البياض نسيتي واحد الحاجة وحدة وانت مالك بالخيزو ما نكذبش عليهم دابا انا القرعه والخيزو هي اللي كناكل في الكسكسو عندك اللفت وهذا ما ولاتي ما كنحملش اللفت وهذا راه درتو عليه هو ورا ولاتي واحد العجله دابا حط لك خيزو راك تسي بخيزو جاب صيفطو جاب الحيمات جاب الحيمات انا القضيه باغي نصوروا الحيمات احنا مسؤولين كتصغروا الحاجه وكتبقى بعيني بالهضره دابا قولي لي كنصور واش حنا في المنطقه ديال عبد الهادي وخليني نهضر دابا خليني نهضر واش المنطقه ديال عبده واش كيصغروا الاشياء ديما كيصغروا الاشياء الحيمات وكيس على ذلك بنينات صافي زبتي صافي حتى تما ادوني شي كارثه بقيت هضري صافي لا حتى كنصغروا الاشياء بزاف بنينات زنيقه تجي زنقه صغير درب دريب واحد الدويرة واحد الدار ما كنقولش دار دويرة ولكن نقول هضرو قيس تكون شي كلمة خايبة تكون كلمة صحيحة ترجع تولي هضرة خايبة المهم سكسي زنيقة 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 سطاح سطيح مراح مريح لا حتى بزاف واش هاد هادي مختصة غير بهاد المنطقة ولا المغرب كامل لا غير تاع اسفي غير نزيد نبدا سبي لي كيسخروا الحاجه حبك الحوايج في هذا في تصبنوا راه تصبنوا راه تصبنوا صح الله نفعتنا بعد الكلمه الله الا هذا اللي خرج الله يرضي عليه الله يسهل عليا ربي تخيلوا معايا المراه مسكينه اللي كتعدل الماكينه في الدار هي كيضحك تفرق برجليها وكاين عليا لا عندك طيح غتغدى كل ولادها في الدار غتغدى كل ولادها وملي تطلب في الدراري وتفرق راسها صحاب مسكين معك في الدار غتولي غادي مسكينه ديما دايره هازي اللي غادي الزقه دايره هازي ما كاينش شريفه هي انا على دوك المساكن اللي كانوا كاينين وكاينين شحال وكاين الناس مساكن الباقي اللي باقي ما عندهمش كاينين مساكن الناس اللي باقي ما عندهمش حتى ديك اللي عاديه ما عندهمش يا ربي تهنا الجميع امين صافي يا بسيط عطيني بابا عطيني خيزو عطيني خيزو بابا عطيني خيزو بجي خيزو هاكو خيزو راه تيقوي النظر المهم انا نشر في لاكور ياك قلت لي راه صغيرين هاد ما تكتبش بزاف بزاف ما تحملش بزاف بزاف مازال ديري سكين جبير انا عطيك بزاف وتحميها ما تنبغيهمش درت بزاف اصلا ماشي خاطر بلدي وري مشو جاتي كيفاش هذه قبل كان انا كنهضر كتهضري في كمك كامل ما كنهضرش في كمي هاتي با كاين الكاميرا تمايا سمعوا لي غادي نزفوا مال الكاميرا مهم جدا وجودك في تفاصيلي مهم جدا بغاني ومواويلي
وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي تفز الروح لك لما تناديلي. كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عموم مش أخبي وداري علي إنه غيرني وسرقني وإن أنا تعلقت بيه. اللي فات من حياتي ضاع لي في حياتي. علاش تخسر؟ ما كتعرفش تصيورها. لا بغيتي تبقى تلعب ضوء مهم. وراه ندير كرسي ونطلع نشرب عيط لي كاينه كاع. معيش. هادو وراه هادو. هادو. هاي. 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 سمع سمع اش كيقول لكم عطوا على شي ضرب الكومونتير شي كان 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 شي. أشوفك في عيوني كل ما غمض ويا ويلي غلطك آه يا ويلي. مهم جدا جدا مهم جدا. مزيانة قلت لي واش مزيانة؟ ها ليش نسيسه هذا مسكينو ها مسكينو حتى ناكل ها مسكينه تتوصلي ها صافي صافي هذا نجي نديرها شريحه غليله شنو شمالها شريحه غليله ها 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 تصبروا اه اذا معايا عيوني لك والله لا كانش الله يرحم الوالدين اكذب عليك ما كاينش كاين لكن سير الله يدخلها بالبنات الله يبارك الله يبارك البنات اللي بغات تجي تاخذ بقلاوه تاخذ داكشي زوين عنده مرحبا انتمايا مرحبا حياكم الله عندنا كل اصناف المنتجات حضرتك هنا كاين في اسطنبوليه وهنا كاين سوارت الست وهنا كاين البقلاوه بالمكسرات وهنا كاين كنافه باللوز بالمكسرات وهنا كاين عش البلبل الكبير بالمكسرات وعش البلبل الصغير وكاين عندنا البسبوسه باللوز وكاين عندنا الكنافه باللوز والزبيب وكاين عندنا البؤج بالسوري معمره باللوز والمكسرات وحضرتك كاين عندنا هنا اصابع البقلاوه معمره باللوز وكان عندنا الكنافه بالجبنه هاي الجبنه انا خديت من هاني مرحبا لله وطبعا هاي الكنافه بالقرقاع المجروش جرج وكان عندنا عجينه الكنافه في اي وقت كان اي ان شاء الله جو مرحبا بكم البنات عنده داكشي زوين ويعني والثمن رخيص ثمن زوين احنا متعاونين ان شاء الله معكم اي طلبيات يلا خديت نيت انا يا شكرا حياك الله انتم مرحبا حياك البنات هانتوما الكنافه ديت عنده خمسة بياسات كل وحدة شحال دايره كاين اللي دايره 8 دراهم كاين اللي دايره 2 دراهم هذه ديال اللوز والسميدة كل وحدة شحال دايره كاع الغالية فيهم 9 دراهم لا 10 دراهم شحال كاين كاين 11 دراهم كاين 7 دراهم ايوا كب عمر عثمان اتاي شجاب واحد شنو نقولوا لها عثمان
مخنفر لا مش المخنفر هذا ايوا ما عرفت اسمها تقول لي بحال المخمر ديال الزيت لا ولكن راه زوينه كتعجبني قال لي مخنفر هذاك النهار باركم كنحمل شميل فيه هذا اللي عزيز عليك علاش ما عرفتش كيف ما عرفتش علاش كتعجبكم بيوم لا خذ بيوم لا فقط سيني ديك الشريحة فينا هي شريحة اللي خديت شنو شريحة اللي خدينا مش خليناه في الكوفر ديال الموتور صحابي صحابي خليتها لي والله شنو خليت ها انتم البنات قراتي ندوق انا الاولى ندوقها زوينه زوينه هذه واش حيدت بزاف دراهم إيه هذه اللي كتقطع فيها هذه ياك هذه بلا كنافه ماشي لا هذه جدران هذه اه كيسمع الدراهم هذه ها سمع الدراهم قال لك شنو جدران عرفتي مان فيها واحد الفرق كبير ما حلواش هذه هي راه ما كتكونش حلوه بحال كيديروا في اليابان ما تكونش حلوه بزاف واحد خويا عسل كنا شريناها من عندو كتقطع فيها غزاله والله تبارك الله غزاله زوينه 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 غزاله البنات رايس اللي تسولوا عليه راه في الهبطه ديال السوق ديال الحوت اللي في الهبطه نسيت على السوق اش كيقول لي كانوا كيقولوا لي زمان كنا كنقولوا لي سوق الخانز هو سميتو سوق ويلا مشات هي سميتو سوق الكيلاني سوق الكيلاني في الهبطه راه كاينين جوج واحد راه سوري هذا راه سوري جا اون فاس مع السوق تانا اون فاس مع ما كتعرفيش سبحان الله ما كتعرفيش تناسي ما كتعرفيش شوفي انتم ها شوف شادي علي جادي مع السوق هذيك عاد الامام انا كاع سكت انا كاع شتي المارشي الكيلاني اللي معروف هما سماو سوق الخانز علاش سماو سوق الخانز حيت كان في كانوا قبل ما يديروا المارشي اللي دابا اللي كاين دابا كانوا كيحطوا الحوت في الارض يبيعوه في صنادق سموه سوق الخانز وديما ديما داك سميتو ما كان سميتو كتعطي الريحه سموه السوق الخانز هو راه مارشي الكيلاني مارشي الكيلاني عطاو ديك السميه اللي بقات معروف فيه السوق الخانز فهمتيني هذاك السوق الخانز شي اطلس القديمه الاولى اللي كانت ما بقاش دابا السيده بجنها راه كاين هذا السيد كيبيع كيبيع هذا ايه ملاصق عليه ملاصق ملاصق معاه مع السيد راه ولا دابا خدار بلاصه ولا خدار ولا هذا ملاصق معاه ملاصق معاه بجنها لا صراحه زوينه البنات ما حلواش هذا ماشي بحال الاولى اللي كنا شرينا وحلوه بزاف كون يحيى كون اه بنوريكم بنوريكم نقول لك زيتيها لمن لمن او الدار الام كتعطي كل شيء لولادها الحنان الحنان لا عجبتني الله يلاه هذه زوينه هذه عجبتني انا مش هناكم البنات من القصريه الكسكس ولا الكنافه شحال تقدر كذا الشيء كامل 20 درهم وين كنتي اللي تحاسبتي معاه 20 درهم لا انت اللي تحاسبتي معاه لا هو اللي حسب انا ما حسبتش هو اللي حسب لا هو اللي حسب نوريكم البلاد هذه سبحان الله السوريين شحال شحال مفلوقين وضعيفين اه كيفاش شدوا الساطر بزاف بزاف هي بوفه ديال الكوافوز ديال المرايه ديال المكياج نوري لكم ندير فيرا ندير ليها لومبالاج ديال البلاستيك هادي زوينه شي جبتها من عنده هانتوما كي دايره تجي لهاد الشكل مربعه بيتها كاين فيها الشكل بزاف كاينه دايره بحال هكا دائريه كاينه بحال هكا كاينه بحكه مربعه بحك كاين فيها الشكل بزاف شو هاش كتبان لكم هانتوما مرض بلا ما خصهاش لا على قبل شبان لكم دبينا ما غتبانش تنزومي هانتوما هي كبيره تنزومي انت نزومي انت لا هي قالت نزومي انا زومبي باك شديتي فيا اليوم ها انتما كي دايره هاتي زوين عجباتني وهذا داير فيها البونج من الوسط وهذا ما عرفتش كيقولوا لي هذا بحال الجلد اللي مغلف بيه نيت هذا الكاتل
صافي هادشي اللي كاين اللي بغيت نوريه ليكم تتقول لي رايكم فيها. عرفتي راه قتلوا راسو اليوم ضروا بزاف قتلوا باقي حي. مالك ما ضربش راسك اليوم بزاف بزاف شقيقه الله يسهل. غادي نقولوا واش تاكلوا على جدي اصلا نحب لكم وما كلا واحد القصريه الكسكسو هي هذيك دازوا فيها هذه جات بنينه شتي ما شاء الله شتي مراتك حاده وي بزاف سكدي من التريد والله الا قلت حيتي فمي سبحان الله عرفتي توحشت التريد وحق الله توحشت الله شميتي لا ورتي توحشت والله الا توحشت التريد بغيت نتوحم على التريد والله ندير شي نهار ندير لهم التريد بالحمام ندير لكم بالحمام شحال ديال الحمامه دايره 20 درهم الوقت 15 درهم صافي نجيبو ثلاث الحمامات راه يلا قدونا سته كل واحد جوج باكي مشيتي بجوج جوج دارك بجوج جوج الحاجه اه مالك مشيت جوج جوج بالحاجه. يلا بسلام عليكم خوتي خواتاتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوناش من الدعم ديالكم والله يسهل عليكم الله يحفظكم ودعوا لي مع الوالد راه قريب يدير العمليه اليوم نيت غيدير خليت الوالده قالت لي البارح راه غيدير اليوم التحاليل وان شاء الله غيدير العمليه ودعاو معاه الله يخطيكم شكرا بزاف كاع البنات اللي دعاو معاه الله يخطيكم هدي لهم الوريضه ونهدي لكم هاد الوريضه احلى ورد الاحلام المتتبعين احلى ورد الاحلام المتتبعين ديالي الزوينين الغزالين. يلا سلامه. مهم جدا وجودك في تفاصيلي مهم جدا باغاني ومواويلي وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي تفز الروح لك لما تناديلي كل يوم الأروح بتندهلي على عموم مش أخبي ودارعي